صباح الخير. بفقرة هيك أحلى لليوم إحنا متواجدين بمكتب المصمم يزن أبو ريال، بدنا نحكي على الفاير بليسز وكيف بنقدر نركب واحدة بأقل من 3 ساعات. تابعونا. إذا زي ما حكينا اليوم نحكي على المدافئ وكيف بنركبهم كمان، ففي أكثر من نوع الفاير بليسز أو المدافئ، فممكن تحكي لنا إيش أنواعهم بالضبط؟ تمام. هلا في احنا عندنا 3 أنواع رئيسية موجودة في السوق، بنقسمهم بنحاول نحصرهم بين 3 أنواع: النوع الحطب ونوع الغاز والبايو إيثانول. هلا هذول 3 أنواع هم الرئيسيين المستخدمين في البلد. حابب في نقطة رئيسية ان نوضحها كمان من ضمن المقابلة، اللي هي ليش اختار نوع عن نوع تاني، وزائد لما أنا أختار نوع هل فعلاً تركيبها بالسهولة اللي متخيلينها ولا صعبة؟ وهي بحاول نوضحها في اللقاء. زي ما بنعرف الناس من زمان بيحبوا الفاير بليسز أو مداخل الحطب، فليش الناس بتجهوا لإلها؟ الفاير بليس الحطب تعتبر تقليدية، الناس في شريحة كبيرة من الناس بيعتبروها إن فاير بليس إذا ما كانت حطب لا تعتبر فاير بليس. بحبوا يشوفوا النار، بحب يغير الحطبات، بحب يتابع أمور الحطب. زائد عندنا نفس الحطب متوفر بكثرة، وبعدين عندنا الحطب نفسه سهل وموجود ويعتبر برضو كلفته متدنية بالنسبة لأي مصدر طاقة تاني أو مصدر حرارة تاني. هلأ في لها المميزات، هي كمميزات الحطب حرارة عالية نقدر نتحكم فيها، امتى نضويها امتى نشغلها، صرفها بسيط جدا، ما عم نحكي عن صرف كبير. لكن في لها متطلبات، متطلباتها بيختلف من فاير بليس من نوع لآخر. الفاير بليس الحطب بتحتاج لمدخنة، بتحتاج لازم يكون في عندنا مدخنة ويكون في عندنا تأسيس. هلا هاي بنعتبرها مثلا سلبية بالنسبة للأنواع الثانية. مثلا أي نوع ثاني من الفاير بليس في احتمال أركبها بعد ما أنا أسكن في البيت، لكن الحطب بتكون نسبتها ضئيلة، يعني أفتح أنا فتحة في الحيط وأطلع مدخنة. زائد الحطب بدها عمق بين 60 ل 80 سنتي، وهي برضو تفرق عن الأنواع الثانية اللي بدها أقل. عم نشوف آخر فترة في إقبال أكثر على الفاير بليسز تبعون الغاز، فشو ميزاتها؟ مزبوط. هلا الفاير بليس الغاز هي جديدة دخلت السوق، هي من زمان موجودة برا وهنا موجودة من زمان، لكن هلا بلش في عليها إقبال كبير. شوي شوي حتاخذ قناعة للناس انه اركب فاير بليس غاز بدل من الحطب. الغاز لها مميزات كبيرة، اول شيء كشكل نتحكم بالشكل اللي بدنا اياه، ما بتحددني انا بشكل معين او بحجم معين، بقدر الطول اللي بدي اياه، العرض، العمق، هذا كلياته بتحدد حسب انا حاجتي لها. هلا الغاز سهلة التركيب، سهلة التشغيل، سهلة وين ما بدي احطها بحطها وبشغلها. هلا بتطلب فيها متطلبات زيها زي الباقيين بس اقل من الباقي. هلا الغاز بنقسم لعدة اقسام، في عندنا قسم بيحتاج الى مدخنة وقسم ما بيحتاج الى مدخنة، ما حندخل فيها كثير، هاي كلياتها حسب الحجم اللي احنا بدنا اياه والحرارة اللي بدنا اياها. الفاير بليس الغاز في لها اكسسوارات، في لها انظمه كبيره مختلفه عن الباقي. هلا الناس صارت تتوجه لها بكثره زي ما قلتي، بحطوها صارت كتمديد سهل، بمدد لها غاز وبشغلها. هلا في لها مميزات كبيره زي ما قلنا، اللي هو الطول المناسب، قد ما بدي بحط الطول المناسب اللي بيناسب الغرفه. عندنا الارتفاع برضو ما بتحكم أنا بالارتفاع، عندنا كهي كتحكم فيها درجة الحرارة، برفعها بنزلها، في عندنا عادة بين 3 درجات، بطفيها بضويها عن طريق ريموت كنترول. عندنا فيها سنسورز في حال صار تسريب غاز بتفصل لحالها، للأطفال منشان ما يشغلوهاش برضو، إلها نظام حماية.
متطلباتها إلها متطلبات برضو، متطلباتها هي بس تمديد غاز وجرة الغاز، هاي للي ما بدها مدخنة. أحياناً بلزمنا نحط مدخنة في حال كان الطول الكبير، لكن مدخنتها برضو لا تعتبر زي مدخنة الحطب، مدخنتها صغيرة بحوالي 14 سنتي. فهاي اللي خلتها من العوامل اللي سرعت من انتشارها هون. إذن ثالث نوع عنا اللي هو البايو إيثانول، إيش هو بالضبط؟ إيش بنقدر نحكي للناس عنه؟ البايو إيثانول هو نوع جمالي أكثر من إنه نوع بدفي. صار هو هلا في ناس بتحب تشوف الحرارة، بتحب تشوف شكل النار، شكل الفاير بليس، لكن ما في قدرة إني أمدد غاز، ما في قدرة مثلاً إني أفتح وأمدد للمدخنة. فهي البايو إيثانول هي عبارة عن صح التعبير هو خزان، وبنحط فيه مادة البايو إيثانول وبنشعلها. هلا هاي الحلو فيها إنه أنا بنقولها وين ما بدي، بحطها داخلي خارجي، بنقولها حدائق، سواء هلا بحطها أنا بغرفة النوم، بعدين بحطها في الصالة بنص الطاولة بتنحط. الحلو فيها سهلة التحكم، فضيت بعبيها، ما بتحتاج صرفها قليل برضو، مش هالكتير. فيها تصاميم كتير، موجود منها تصاميم وخيارات كبيرة إلها. هلا الحلو فيها إنه هي زي ما قلت لك بنحطها وين ما بدنا، وما بدها أي تأسيس، ما فيها أي مشاكل. لكن فيها سلبية واحدة اللي هي ما إلها حرارة، هي أكثر جمالياً أكثر من إنها مصدر حرارة. وهي بس فقط للمحبين يعني الحرارة، يشوف النار ويشوف في أي مكان بده إياه. إنسان إذا صار واحد مختار أي نوع بده وصار مقرر، شو الأمور اللي لازم نراعيها بالتصميم؟ هلأ إحنا لازم نراعي عدة شغلات بعد ما اخترنا شو نوع المدفع اللي بدنا إياها فعلياً. بدنا نراعي في التصميم عدة شغلات، الشغلات الرئيسية اللي هي الغرفة اللي بدنا نحطها فيها، هل فعلاً مساحتها كافية؟ الطول هل بتناسب مع الغرفة نفسها؟ هاي شغلة الأولى. الشغلة الثانية بهمنا نعرف الزاوية اللي بدنا نحط فيها الفاير بليس. عادة بتكون هي في لها أجواء خاصة للفاير بليس، تجمع عائلي، تجمع شغلات زي هيك. الشغلة الثالثة، هل عندي أنا أطفال ما عندي أطفال؟ إذا عندي أطفال في أمور لازم نراعيها وموجودة في حلول إلها لهذا الموضوع، مش إنه في عندي أطفال فبمنع أنا فاير بليس أو ما بشغلها. الشغلة الأخيرة كمان لما أصمم أنا الفاير بليس لازم تكون تراعي تصميم البيت كلياته وتأخذ الروح كاملة. ما بحط أنا فاير بليس بشكل والباقي البيت بشكل مختلف، لازم تتناسق مع العفش، تتناسق مع روح البيت كاملة. زي ما بنعرف الناس كتير بتهتم بالتكاليف، فكل واحد منهم له كلفة معينة، كيف تقدر تشرح لنا عنهم؟ تمام. هلأ إحنا عندنا كتكاليف في شيء متقارب في شيء لا بعيدة عن بعض. يعني مثلا تكاليف الفاير بليس الحطب وفاير بليس الغاز تقريبا متقاربين كتكاليف إنشائية. نحكي البايو إيثانول تكاليفها لا أقل جدا لأنه ما بتحتاج لتأسيس. هلا التكاليف وين بتفرق في التشغيلية. التكاليف التشغيلية منشان نولد احنا الحرارة، وهي هي فعلا اللي لازم نهتم لها. التكاليف التشغيلية من مثلا احنا عم نحكي عن الغاز، جرة الغاز على عم نحكي مثلا على درجة حرارة معينة اللي هي الوسط، بتستهلك جرة الغاز حوالي 30 ساعة في حال كنا مشغلينها على طول. الحطب تستهلك أقل. البايو إيثانول استهلاكها تقريبا كل ساعة بتستهلك دينار. هاي هيك مجملا التكاليف التشغيلية. من ثلاث أنواع يزن أي نوع بتنصحنا له؟ أنا بنصح في حال أنا كنت لساتني عم ببني، لساتني ما شطبت البيت، في عندي خيارين رئيسيين، يا إما بركب الحطب يا إما بركب الغاز. هلا أنا توجهي وين؟ إذا أنا بحب والله أفقد الحطبات أغيرهم كل فترة وفترة، هذا حلو، أنا مع الحطب. لكن إذا إحنا بس بنحب نشغلها ونشوف النار ونتدفى كويس وما بدها
كمعناية دائمة فهي مع الغاز. الغاز ما بده تأسيس، تأسيسه بسيط جدا، أبسط كثير من الحطب. هلا إذا أنا كنت باني ومخلص ومشطب وبدي أضيف أنا فاير بليس، أنا مع إضافة فاير بليس الغاز، ما بتحتاج زي ما بتحتاجه الحطب، وأمورها سهلة جدا. يعني ممكن إحنا خلال ساعتين ثلاثة نكون مخلصين فاير بليس كاملة، وحنشوف واحدة على الواقع. يعني يزن إذا اليوم زي ما حكينا بنشوف كيف بنركب الفاير بليس، فإيش الخطوات أول شيء؟ بإيش بنبلش؟ إيش بننتبه أكثر شيء؟ تمام، هلا إحنا عندنا هاي الواجهة ما كان فيها فاير بليس ولا كان تأسيس لنركب فاير بليس. حنشوف هلا كيف حنركبها بسهولة وبسرعة تامة. عندنا أول شيء اللي عملناه، عندنا تمديد اللي هو بربيج الغاز، غاز الفاير بليس. هلا اللي إحنا حنعملها هنا غاز فاير بليس، ما بتحتاج لشفاط ولا بتحتاج لمدخنة. قياسها حوالي 90 سنتي. اللي بدنا إياه فقط اللي هو بربيج الغاز. مددنا بربيج الغاز، إحنا وراء هذا الجدار مباشر جاي المطبخ، مددناه بسهولة، ما حفرنا، ما عملنا إشي. وزائد عملنا حمالات اللي هم بدهم يحملوا نفس الفاير بليس. هلا بعد ما مددنا الغاز بدنا نفصل اللي هو شو اللي بده يحمل الجهاز، جهاز الفاير بليس. عندنا الجهاز احنا عملنا القاعده تاعته قاعده خشب. القاعده من خشب لاتيه، هو عباره عن بوكس بقياسات اللي بدنا اياها للجهاز نفسه. بوكس مسكر من اربع جهات ومفتوح من فوق اللي هو بقياس الفتحه نفسها. اذا نحن شايفين هون اللي هو الشكل المستطيل اللي بده يكون بالضبط للفاير بليس، عشان تعرف في ناس بيحبوها اكثر مثلا اطول واكثر كذا. في قد ايه تقريبا مساحتها؟ هلا هاي 90 سنتي في 30 سنتي، ارتفاع عن الارض 30 سنتي برضه. الارتفاع نتحكم فيه زي ما بدنا، على هوا شو بدنا نركب فوقيها او بدناش نركب شيء. هاي سهلة جدا، الوجه تاعها شو ما بدنا نركب عليه بنركبه، كديزاين نقدر نتحكم فيه تماما. هلا مو شرط هو يكون من خشب، ممكن يكون جبسون بورد مقاوم للحريق، ممكن يكون حديد، خياراته جدا متاحة. هلا الخشب في ناس بتحب تحط عليه ورق جدران، في ناس بتحب تدهنه، في ناس لا، على هوا الحيط اللي بدي اركبها عليه، بركبه رخام، بركبه بورسلان، اي شيء ممكن يصير عليه. اهم شيء بدنا نكون منتبهين انه الفتحه تبعت الصندوق تيجي بالضبط عند فتحه، يعني الفتحه لازم يجي منها بربيج الغاز. بالضبط، بربيج الغاز لازم يكون في داخلها. اذا نحن يزن هلا شفنا كيف قدرنا نركب بكل سهوله. يعني هو يعني لازم نحط المهم اهم شيء البراغي بكل محلاتهم الصح، والمساحه تكون صح كمان، وكان برضه بربيج الغاز. ايش بيجي الخطوه اللي وراها؟ تمام، هلا الخطوه الثانيه اللي هو تزيين البوكس. نفس قاعده الفاير بليس، شو بدنا نعملها؟ حسب، في عنا خيارات كثيره، في ممكن ندهنه، ممكن نركب ورق جدران، ممكن رخام، ممكن بلاط، اي شيء. هلا احنا هون عاملين نفس البلاط اللي مركبينه في الواجهه حنركبه في لنفس الجهاز. اذا احنا في حال عندنا هذا اللون، اوكي، اللي هو فوق الفاير بليس، ايش الالوان اللي بتنصح انه تيجي على الصندوق؟ لا، انا بفضل اللون الاسود. اللون الاسود بيعكس حراره النار، النار بتبين كلون، كتباين لوني بين الأسود ولون النار الطبيعي. الأسود بيعطيها فخامة برضو، بس برضو أنا بقول حسب كل موقع، حسب كل الغرفة اللي بدها تركب فيه والديكورات اللي حوالينا.
اذا هيك يزن صرنا مركبين على البلاط ولسه زي ما حكينا مفروض لسه بده يمشي على الفرش يبين امره فوق. بالضبط بالضبط. هلا في احنا التوب الوجه الاخير اللي فوق هذا بده شوية وقت لينشف لنحفه ونظبطه. أوكي. وأحيانا بنقدر نعمل قطعة كاملة ونفرغها لكن هون لنكسب الوقت. أكيد. أوكي هلأ نحن المفروض أنه بدنا نركب جهاز جواته، ممكن تحكي لنا شو الجهاز؟ هذا هو صناعة بريطانية. الجهاز قياسه إحنا هون حنركبه حوالي 87 سنتي بالضبط. كجهاز في عدة قياسات له، متبلش من 50 سنتي لحد 4 متر. كأطوال متوفرة كلها، الطول اللي بدنا إياه بنعمله. الجهاز هذا من نوعه ما بده مدخنة، ما بده لا مدخنة ولا بده شفاط. في نظام حماية في حال قل نسبة الأكسجين عن المتعارف عليه بده يفصل. بفصل على طول. بفصل على طول. في حال صار في تسريب في أي خلل في نظام الغاز بده يفصل على طول. التحكم فيه عن طريق الريموت كنترول وعن طريق عن بعد، سواء كنت بعيدة قريبة بتتحكم فيه. في هذا ثلاث درجات كارتفاعات للنار، بيعتمد على هواء قديش بدك انت كحرارة. زي ما شفنا نحن حطينا الجهاز وشغلنا كمان، بس قبل ما نشغل كنا سامعين صوت يعني تكتكي ورا بعض، ايش هي بيكون الصوت هذا؟ هلا بيكون في اكسجين في البربيج، فهو بيعمل على تفريغ الاكسجين اللي موجود في البربيج، وهي بس هي اول تشغيل. اوكي اول تشغيل. طيب اوكي، وايش كمان يعني ايش قلت لي في اكسسوارات بنقدر نحكي عنها؟ بالضبط. هلا في اكسسوارات للجهاز، بنقدر نحط حطب صناعي، هو حطب من البورسلان. اوكي. بيبين كاحتراق له. بنقدر نحط اكسسوارات كالرمل، حجر، وهذا موجود اكسسوارات متوفره. هلا كجهاز برضه في شغلات احنا ما حكينا عنها. بنقدر نتحكم طبعا عن طريق الريموت. بنقدر نتحكم برضه عن طريق الاجهزه الموبايل. بنقدر ننزل برنامج لنفس الجهاز وبنقدر نتحكم فيه عن طريقه. الجهاز فيه برضه تايمر مؤقت، امتى يضوي امتى يطفي، بعد ما ضويناه قديش نتركه ليطفي لحاله. وهي من الشغلات الحلوه في نظام الغاز. حلو. بتعرف في كثير ناس بحبوا يزن زي ما كنا عم نحكي انه بحبوا يعلقوا مثلا شيء فوق، كان تلفزيون كان لوحه كان كذا، فشو رايك بالموضوع؟ بالضبط. هلا بنقدر نحط تلفزيون بس مش في كل فاير بليس، لازم نراعيها. بدنا نعمل فاير بليس بدنا نكون عارفين انه هون بدنا نحط شاشه او لا. كلوحة بنقدر نحط هون. هلا هون كشاشه لا، لازم على ارتفاع اعلى من هيك. اوكي بس لوحه بنقدر نحط، ما بالزبط. تتاثر يعني من الحم؟ لا ما تتاثر من الحم، لكن في عنا بنقدر نحط شاشه بس لازم نراعيها بالتصميم بالاول. هيك بكون وصلنا لنهاية فقرتنا اليوم، عرفناكم مع مصمم يزن على أنواع الفاير بليسز وكيف بنركب واحدة بأقل من 3 ساعات. تابعونا فقرة.